العروض كان من بين الدول، دولة الإمارات ودولة يعني فتل العرض تاعها مباشرة هو الدولة فرنسا بتربص والتمثيل الألوان الفرنسية. قررت نمثل الألوان الإماراتية بعد الغياب جميع المسؤولين وغلق جميع الأبواب في 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 وجه الرياضي يعني في وجهي. الحمد لله ان شاء الله هذا في الاحتراف وان شاء الله ننظر في الاولمبي باسم الجزائر وفيها خير ان شاء الله. يعني كان السبب رفض العرض الفرنسي يعني كره لهذا البلد ما يشرفنيش ان نمثله وقبول دعوه بلد الامارات. النوادي الإماراتية في الاحتراف وإن شاء الله لقدني المستطاع نمثل الجزائر في الأولمبي في 2024 في باريس إن شاء الله.